صلى على النبي. ايوه كلها سنة كلها سنة. كل واشكر اكسكيوز مي، هو مفيش منيو؟ نعم. بس ايه ده، هو انتوا كلكم طالبين نفس الاكل؟ ان شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا يو نو حلوه يعني الستايل والفكره بتاعه المطعم دي، انه يبقى كده وان تيبل كل الناس. الحمد لله. ده انا والشيف مش عايز حد يوم جعان. الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رجاله. الف سلامه. الف سلامه يا استاذ. لو سمحت امرني. الاكل حلو جدا. بالهنا والشفا. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف حساب كام، انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه؟ انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني؟ كل سنه وانت طيب، حط فلوسك في جيبك. رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت. عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 1 2. يا 0 1 2 5. اوكي. اوه يا 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 اونلي وان ليفت. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا خير يا باشا. نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك وتساعدني، متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ ايه ناقصه؟ طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد يا حاج. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اتملى، فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمة. انا اسمي مصري اوكي، انما انا اصلا امريكان. ايه؟ اهو انا امريكان. وايه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهرة ضد امريكا. يعني انت جاي من امريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكاية. هو انا اللي حصل يعني. بصراحة كمان انا كنتش متخيل ابدا ان الناس هنا كده بتكره امريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب انت مصرية ها؟ طيب ممكن اسألك على حاجة؟ أنا عايز أروح أي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربية وأنا أوريك إن المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو ثانك يو. وده أعمل لو سمحت. لا نعم. أنت غلبان؟ كلنا غلابة لله. طيب اتفضل. أمين يديك الصحة. فيك شر البلاوي. فيك شر من يجيك يا ابني. يديك الصحة. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا. هاي. الو، اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات؟ مظبوط يا فندم. رايت. اوكي طيب. ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركة اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد.
اكسكيوز مي اي وانا ميك كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت، وكمان عايز ازازه ميه. ازازه الميه بجنيه ونص عندك في الثلاجه هنا. اوكي ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمره. يا اي نو انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ. ايه النمره عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3 احتمال 4 لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمه؟ يعني انا هجرب يعني بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي. اوكي. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه رابطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو؟ ممكن اتكلم راضي؟ راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ الو؟ اتكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اثنين. اتكلم راضي لو سمحت؟ طب ما تنفعش عبير. ثلاثة. هلو؟ الو؟ اتكلم راضي؟ اتكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اتكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ ايه ده؟ ترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمة. ثمانية. هاي. ايوه. راضي. مين معاك؟ راضي انا مصري. ايه يا ما كلنا مصريين. بدور عليك. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع الميه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي. انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما نشوف انا هعمل ايه؟ اوكي ابوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط، أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب اشرب قبل الأذان، اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد. آه والله. يا. سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده أنا عطشان قوي. اه طب بقول لك ايه الكاميرا والشنطه بتاعتي فين؟ معايا اركب. ثانك يو.